في اختياري للعمل في المجال هذا هو في الحقيقة ما كانش هذا الاختيار، أو ربما كنت في طور البحث عن نفسي وعن ماذا أريد. فكنت في مرحلة أدافع فيها يومين عن الهوية، ضرورة أنه نلبس تونسي، ضرورة أن نلبس ملابس تعبر عن هويتنا، عن الهوية الأمازيغية والإفريقية وليست فقط التونسية. فكنت دائما في صراع ضد الماركات الأجنبية، ضد الغزو الاقتصادي اللي صار معناها لتونس منذ سنوات التسعينات للملابس يعني اللي لا تشبهنا. فكنت نوعا ما غير راضية معناها على الملابس هذه أو عما يتم إنتاجه، وخاصة أنا ضد فكرة الموضة. فاخترت انه المبدا اللي انا ندافع عليه المبادره باش نبدا في بريبري، وبديت بحاجات بسيطه. او اللباس الاول اللي هو القشبيه واللي هو مستوحى من لباس الرعاه في تونس وفي منطقه شمال افريقيا، ولباس الفلاحين. فكان بالنسبه لي تحدي انه يصبح هذا اللباس هو جزء من هويه البلاد، وهو في الحقيقة جزء من الهوية، لكن يصير جزء من اليومي، من الثقافة اليومية. فالحقيقة نشحت الفكرة وكنت في طور المغامرة، يعني ما كنتش نتخيل أنه اليوم بعد 9 سنوات يكون هذا هو العمل بتاعي، هذا هو مكان العمل. كنت في الأول يعني فقط مغامرة أمنت بها، فقلت لما لا ننفذها ونشوف شنو يصير بعدها. في اختياري للملابس حاولت اني انه يكون لباس عصري يتلبس كل يوم في مكان العمل، في مكان الدراسة، في الشارع، في المناسبات، لانه فما الذهنية العامة الشعبية مشيت في انه اللباس التقليدي هو لباس المناسبات فقط. فكانت الفكرة بالنسبة لي اللباس اليومي يجب ان يكون ايضا لباسا تقليديا او مستوحى من الموروث الثقافي التقليدي. فهذا الحقيقة بالنسبة لي ساهم في تغيير فكرة الناس أو نظرتهم للموضة ونظرة النساء أساسا للموضة. فالحقيقة وصلنا المرحلة أنه فما أقبال جميل جدا، ما نقولش أقبال رهيب لأنه مازلت حتى بعد 9 سنوات نعتبر نفسي في الخطوات الأولى، لكن فما أقبال من التونسيات والطالبات والشابات حتى في يعني في اليومي، في لباسهم في الجامعة، في اللباس في أماكن العمل، في الحفلات، في المناسبات. صارت الفكرة أنه في كل مناسبة حتى لو تكون مظاهرة، حتى في مظاهرة خاصة خارج تونس، يجب أن يكون اللباس تونسي أو معبر عن الهوية التونسية. ففي بعض الأحيان يعني ترسل لي بعض الصديقات أو الحالفات صور من مظاهرات، خاصة في المظاهرات الأخيرة في مساندة الشعب الفلسطيني في بلدان أخرى، يكون اللباس دائما معبر عن الهوية سواء الفلسطينية أو الهوية التونسية، كعملية توكيد للهوية وعملية فرض للذات. مع ذلك ديما تكون فما صعوبات مختلفة، الصعوبات هذه صعوبات قد تكون أحيانا مرتبطة بالوضع العام، بالوضع الاقتصادي اللي تعيشه البلاد، قد تكون مرتبطة أيضا بسياسات الدولة، وقد تكون أيضا مرتبطة حتى بالسياق التاريخي للبلاد. فكان باش نحكيه على الوضع الاقتصادي اليوم مثلا في تونس، عنا مشكلة متاع نسيج، وهذا مرتبط أيضا بسياسات البلاد، لأنه النسيج وطريقة النسيج وطرق النسيج اليدوي والتطريز والأشكال والرموز، هذه الكل اليوم البلاد لم تقم بتثمين هذا الكل. فالحرفيات اليوم يعني غير قادرات على العمل وتطوير عملهم. النساجات المرقوم والكليم والزربية، نساجي النول ومنسج النول هو جزء من هوية البلاد. يعني في القديم كان النسيج يكون يدويا وهو منسج أفقي، يتم فيه نسج القماش القطني أو الحريري أو غيره. فللأسف اليوم سياسات البلاد، السياسات الثقافية خاصة والاقتصادية، مشيت في طمس الموروث هذا. فهذا من بين الصعوبات. الصعوبات الأخرى هو غزو
التوريد او غزو الماركات الاجنبيه وحتى غير الماركات، يعني غزو الملابس الاجنبيه للسوق التونسيه، وانما تاريخ كامل وموروث كامل. هذا مهم انه تكون مساله الهويه مواد تدرس في الجامعات ومواد تدرس في الـ في الـ في الـ في المعاهد. علاش لا؟ وقت اللي نحكيو على الرموز، نحكيو على الوشم، نحكيو على الرموز في النسيج، نحكيو على الحكايات. راهو النساء في تونس وخاصة مثلا في جهة قفصة، النساء يحكيو حكاياتهم الخاصة ومشاغلهم في النسيج، في الزربية. الوشم الأمازيغي يحكي لك على هوية المرأة أو هوية الرجل، على شخصيتهم، على خلفيتهم، على القرية اللي جاوا منها أو الثقافة. قد يكون قبائلي، قد يكون شاوي، قد يكون من الطوارق، فهذا الكل مهم برشا. قد يكون من أمازيغ قابس، قد يكون من أمازيغ الحدود مع الجزائر، فهذا يختلف حسب الرموز، حسب الحلي الملبوسة، حسب التطريز، حسب النسيج متاع المليا، أو حتى طريقة اللباس. يعني طريقة لباس المليا التونسية تختلف من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، لأنها ترتبط بالطبيعة وترتبط بالحكايات وترتبط بطريقة النسيج اللي تعلموها في المنطقة هذيك. معناها في مناطق مثلا في تونس، في الجزائر وفي المغرب أيضا، من خلال اللباس بإمكانك أنك تعرف المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عزباء. من خلال الحولي بإمكانك معرفة وضعها الاجتماعي، من خلال الحزام يعني اللي تلبسه، يعني تشد به المالية، تفهم المنطقة اللي جاية منها، لأنه يختلف طريقة الحزام ونسيج الحزام يختلف حتى من منطقة إلى أخرى في تونس، فما بالك في باقي المنطقة، يعني في منطقة ما يسمى بشمال أفريقيا، المنطقة يعني منطقة المغرب الكبير. فأنا بالنسبة لي هذا مهم جدا، ويجب تثمينه من طرف صدق، من طرف وزارة الثقافة، ويجب الحديث عنه أكثر فأكثر، والتشجيع على تثمينه مع الحرفيين والحرف